الدرسين مع بعض، التاني والايه والتالت. الدرس التاني والتالت طبعا صوتيات، احنا قلنا المنهج بينقسم الى مهارات لايف سكيلز وقواعد وصوتيات وماث وكمان ساينس والسوشيال ستادز، لكن في اولى يعني على قدهم كده. learn sounds with busy bee، تعلم الاصوات مع النحله الشائيه. learn to write with busy bee، تعلم تكتب مع النحله زي ما انت شايف. بقول لك الصوت عشان تكتب مش تحفظ، يعني بسمع الصوت الحرف بحطه في اللي فين في الكراسه، ده الايه الديكتيشن او الاملاء. اول حاجه عندي جايب لي صوت حرف الاي، ده listen listen 2 و 3 جايب لي صوت حرف الاي. طبعا عندي اي كابيتال اي سمول، اي كابيتال اي سمول، ذا اي ميكس ساوند ايه ايه ايه، احنا بناخد الشورت فاول. الاي صوته ايه 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 مفتوح شويه، بلاش تكسره تقول ايه. لما اشوف حرف الاي في الكلمه ايه ايه، زي كلمه ايه، زي كلمه ايه ايه اكزيت. ركز معايا، الكلمه دي اسمها اكزيت، الناس كلها بتقول عليها اكزايت، اسمها ايه ايه اكزيت. هتقول لي يا مستر احنا ليه هنا حرف الاكس نطقناه جز جز؟ من القواعد المهمه لحرف الاكس ليه نطقين، الاكس بنطقه او بنطقه جز جز، زي كلمه اكزام اكزام اكزام، ودي بنطقها كس زي كلمه اوكس تاكسي فوكس. يبقى الاكس ليه صوتين في الصوتيات، يا اما نطقه كس كس يا اما نطقه جز جز زي الكلمه دي اج زد، مقطعين ايه اج زد، شورت اي وشورت اي. بص كده ايه زد، الشورت اي والشورت اي في كلمه واحده، يبين لك الفرق بينهم ايه وايه، ايه شورت اي وايه شورت اي، ايه زد اج زد. المخرج اسمه اكزيت مش اكزايت، اكزيت اكزيت. طيب وانا بتملى اكيد مليون في الميه عارف ان جز ما اروحش اكتب الكلمه كده، ما اكتبش ايه زيت، انت عارف في الكلمه دي ان في صوت بيعمل الصوت ده اللي هو حرف الاكس، فبتعمل اكس ان الجي والزي جايه من اكس اكزيت. تاني كلمه عندي كلمه 10 10 يعني 10 شورت اي 10 مفتوحه ازاي 10، ما تقولش تين 10 10 10 10 اوعى تقول تين، ايه دي شورت اي، لكن احنا بنقول شورت اي ايه 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 10 10 10 10. لو قلت تين دي معناها علبه صفيح تين، لكن هي 10 10. كمان عندي كلمه اجز، برضو شوف الاي مفتوحه ازاي، eggs مش egg eggs eggs. الصوتيات مهمة جدا 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 جدا، كلكم بلا استثناء واخدين معايا الصوتيات ما عدا عمر، وعمر اتمنى ان شاء الله هو معايا في كورس الفيرست رقم 14، هو كده كده داخل الكورس الجديد، وده حاجة كويسة جدا جدا، لازم ادخل كورس الفونكس تمام، لان لازم يكون عارف اصوات الحروف والصوتيات، و عشان وانا بشرح يبقى عارف ان الاكس صوته ايه، الاي صوته ايه، لونج ايه، لونج يو، وهكذا. اجز ايه ايه مفتوحه اجز. طيب زي كلمه ايه كمان، زي كلمه ايه 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 انجينير، واحنا مش هنتكلم عن الشورت ايه بس. عليكم السلام يا هنا، ان مقطع جي مقطع نير مقطع، شورت ايه شورت اي ولونج ايه ان جي نير. ليه هنا قلنا الجي جا؟ خدناها الحصه اللي فاتت عشان الجي جاي وراها حرف الاي منطقها معطشه. ايه ايه اكزيت ايه ايه 10 ايه ايه اكز، خد بالك مفتوحه عيب جدا والله. في رقم 12 طب كويس جدا جدا، خلصنا الحاجات دي تمام. ايه عايز اقول ايه، بقك مفتوح ايه ايه اكزيت ايه ايه 10 ايه ايه اكز ايه ايه انجينير، اوعى تقول ايه ايه ايه. ده اول حرف معانا. الحرف الثاني هو حرف ال، وطبعا ده مش فاول. يعني ايه مش فاول؟ ده اسمه فاول يا جماعه. يعني ايه فاول؟ يعني حرف متحرك. يعني ايه متحرك؟ يعني صوته بيتغير كل شويه. احنا هنا قلنا ايه ايه، وهنا قلنا ايه اي، صوته بيتغير كل شويه. لكن حرف ال ده غلبان اهو، امال عامل كده ليه؟ حرف ال غلبان، ال كابيتال ال سمول، وده
ليه نطقين. الكتاب طبعا مش جايب عنهم اي حاجه، لكن انت كمدرس لازم تخرج الحاجات دي منها. طبعا the L makes a sound او the L makes a sound او او لا لا لا، الاثنين صح. اهم حاجه بقي او لساني يكون جاي ورا فك السفلي من فوقها، مش تقول ال ها لو قلت لا برضو لساني هيطلع فوق ها لا لا لا، لازم يعمل كده. طيب the L makes a sound لا لا لا، زي كلمه ايه؟ زي كلمه لامب. لامب اللي هي اللمبه او اباجوره، الاثنين اللمبه نفسها اللي بتنور او الاباجوره اسمها لامب. لامب لامب البي تقيله لامب. وتعالى بقول لك على قاعده مهمه جدا جدا في الصوتيات. هنا احنا خدنا قبل كده ان الام بي ما تنطقش البي، صح؟ زي كلمه كلايم، زي كلمه ايه تاني؟ زي كلمة كوم، زي كلمة ثم. القاعدة دي تنطبق على مين بس؟ على حرف البي الخفيف، لكن لو حرف بي تقيل انطقه عادي. الكلمة دي ليها كلمة شبه اسمها لام. لام اللي هو الخروف الصغير، الحمل، ابن الخروف الكبير. الخروف الكبير اسمه خروف، ابنه الصغير اسمه حمل، تمام؟ اسمها لام، ما بنطقش البي، لكن لو البي تقيلة انطق الايه؟ البي، قول لامب لامب لامب، تمام؟ لا لا لامب. زي كلمة ايه؟ زي كلمة لطيف، لونج اي. مش انا قلت لك حرف الاي متحرك لان صوته بيتغير كل شوية؟ هنا نطقناه ايه؟ هنا نطقناه اي، الاي اي عملت لونج اي، هنا الاي اي حالة مهمة جدا من لونج اي، بتعمل برضو لونج اي زي المد بالياء. زي كلمة توم، مقبرة، صح يا أسيل، مذاكرة الفونكس، يا إيه؟ يا روهندا، تمام؟ ليف، ليف، لونج إي، لا لا ليف، زي كلمة ل ل ليمن، شورت إي، والقاعدة الكلمة دي فيها ثلاث حاجات، حرف ال لا لا، والشورت إي إيه إيه، ل ل ل ل، بقى مفتوح، ها؟ وعندك او ان، اوعى تنطق الاو وتقول ليمون، ليمون ليمون ليمون، الاو هنا سايلنت، تمام؟ ايه كمان؟ خروف صغير جت في الكلمات اهي، لام. خد بالك الاي دي بقول عليها لام، لكن دي بقول عليها لامب. لا ا هنا لامب، هنا لام. الاثنين نفس السبيلنج تقريبا، لكن البي هنا مش بنطقها عشان الام بي في اخر الكلمه ما تنطقش البي، لكن البي التقيله بنطقها تاني. لا لا لام، لام، لا لا ليف، لا لا ليمن، لا لا لام. طيب في جزء خاص مهم جدا بحرف ال، احنا نطقناه عادي ازاي؟ ها لا 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 ليف، لا لا لام، لام، لا لا ليمن. امتى انطق الام ال تقيله كده؟ بص كده معايا، حرف ال ده احنا عندنا خمس حروف متحركين، ال A وال والاي والاو واليو والاي. الخمس حروف دول لو اي حرف فيهم جه قبل حرف ال هتنطق ال دارك. يعني ايه دارك؟ تعالى اما اقول لك كده، بص كده معايا، هيل. ال هنا قبلها حرف فاول، ما تقولش هيل، هنا قلنا ايه؟ لا لا لام، لا لا ليف، لان الحرف هنا مش قبل حاجه، لكن هنا قبليه حرف متحرك، هيل هيل. قاعدة مهمة جدا جدا في الصوتيات، احنا قلنا مش مهم نحفظ وخلاص، نحفظ وننطق صح. هيل هيل، البركة بعد ربنا في حضرتك، فعلا الفونكس فرق في السماء من الأرض معانا ومع روهندا، ربنا يبارك حضرتك ويبارك صحتك. اللهم آمين. مامي روهندا، الفونكس يا جماعة زي ما أنت شايف يعني أنا بشرح إزاي، فأنا عارف اللي مش هيكون واخد فونكس هيكون قاعد معايا في 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 دنيا وأنا في دنيا، بس الحمد لله كلكم واخدين فونكس. هيل، قلت إيه؟ هيل. زي كلمة خلية، سيل سيل، ما ينفعش اقول سيل سيل. يبقى ال ال ليه نطقين، زي حرف الجي ما ليه نطقين، سوفت وهارد. سوفت اللي هو جا جا، وهارد اللي هو جا جا، وجا لما يجي وراه اي او اي او واي عرفناها، برضو حرف ال ليه نطقين، لا لا سوفت ولا لا هارد. هيل سيل سكول سكول، حرف متحرك قبلها، يبقى الحرف ال خد بالك ليه نطقين، لا لا و او، تمام؟ ده الدرس الايه؟ الدرس الايه؟ الاول، الثاني او الدرس الثاني والثالث مع بعض، تمام؟
ده الدرس التاني والتالت مع بعض، بيتكلم عن صوت حرف الإيه. إيه 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 إكزيت إيه تن إيه إج إيه إنجينير لا لا لامب لا لا ليف لا لا ليمن لا لا لام. والإل دارك زي كلمة هيل سيل سكول. تمام، تعال ناخد الدرس التاني نشوف، أو الدرس الرابع بيتكلم عن إيه. الدرس الرابع بيتكلم عن I want to be، ده محادثة ما فيهاش فيها كلام، هنطلب منك حتة صغيرة. I want to be، I يعني إيه؟ يعني أنا، want يعني أريد، to بيجوا مع بعض، I want to be يعني يكون. I want to be a doctor. I want to be a vet. I want to be a firefighter. I want to be a soldier. المنهج كله أو الوحدة كلها زي ما انت شايفين، أخذنا الوظائف، أنا بقى عايز أقول أنا عايز أبقى دكتور في المستقبل، عايز أبقى مهندس، عايز أبقى ضابط، عايز أبقى رجل أطفاء، عايز أبقى جندي، مدرس، ممرضة. I want to be a nurse because I want to help the sick people. دي عندك في سنة تانية إن شاء الله. أنا عايز أبقى ممرضة عشان أساعد الناس الإيه؟ العيانين. I want to be a doctor because I want to check the people. أنا عايز أبقى دكتور عشان أفحص وأعالج الإيه؟ الناس. I want to be an engineer to مثلا building house، عايز أبني البيوت. I want to be the مثلا dentist because I want to check the dent the teeth الأسنان بتاعت الناس. يبقى I want to be، أنا بتكلم عن نفسي، أنا عايز أبقى إيه. طيب المنهج مش جايب لي السؤال، أنا عايز أسأل حد أقول له أنت عايز عايز تبقى إيه في المستقبل، هقول لك إيه what you want to be. طبعا الجملة في اللغة العربية صحيحة، ما أو ماذا أنت تريد أن تكون، لكن في اللغة الإنجليزية غير صحيحة، ناقصها حاجة. ها مين هيقول؟ برافو عليك، فعل مساعد. مش احنا قلنا أنا أكون محمد، لكن في العربي أنا محمد. What do you want to be؟ ليه حطينا do؟ لأن احنا قلنا do بتيجي مع الـ I والـ we والـ they والـ you، تمام؟ لكن لو الـ he والـ she والـ it بتكون إيه؟ does. What does he want to be؟ هو عايز يبقى إيه؟ لو أنا هتكلم عن حد مفرد هقول، أو أكلمك عن أخوك هقول لك what he want to be، هو عايز يكون إيه؟ برضو الفعل ناقصة حضه؟ لا، المفرد بيحب الاس does. What does he want to be؟ What does he want to be؟ أنا عايز أسألك what do you want to be؟ هتقول لي I want to be a doctor، I want to be an engineer، I want to be a firefighter، I want to be a nurse، I want to be a police officer، I want to be a vet، I want to be a dentist، I want to be a nurse. طب لو عايز أسألك عن أخوك أو أختك what does he want to be؟ he wants to be، حط اسم المفرد طبعا، شيلنا الاسم من السؤال حطيناها في الايه في الفعل. he wants to be a vet، he wants to be a nurse، he wants to be a police officer، he wants to be an engineer. يبقى السؤال what do you want to be؟ عايز تبقى ايه؟ اعرف اجاوب اقول I want to be. مطلوب منك حاجتين، تعرف تسأل حد قدامك، تمام، وتعرف تجاوب على الايه السؤال. هنا بقول لي I want to be a doctor، انا عايز اكون دكتور. I want to be an engineer، عايز اكون مهندس. I want to be a soldier، عايز اكون جندي. I want to be a firefighter، رجل اطفاء. I want to be a police officer. زي ما انت شايف حاطط a قبل الكلمة بتبتدي بصوت ساكن، وan قبل الكلمة اللي بتبتدي بصوت متحرك. احنا خدنا ده الحصة الايه اللي فاتت. طيب هنا بقول لي to say what you want to be، قلناها I want to be a doctor، طبعا سهل جدا جدا. طيب الدرس هنا making an identify card، وطبعا ده مرتبط بالفقرة الانشائية في اللغة العربية. انت عندك في سنة تانية كتابة سيرة ذاتية، طبعا في سنة تانية على قد سنك، وفي سنة رابعة بتكبر معك وتوسع شوية شويتين ثلاثة اربعة كمان. يعني ايه؟ يعني في سنة رابعة، في سنة تانية بقول لك اسمك، سنك، الوظيفة والموهبة، وهنعرف في سنة تانية ان شاء الله ايه الفرق بين الموهبة وبين الايه الموهبة
رايح عن بالي. الموهبه وايه هتيجي وانا بمسح السبوره. موهبه وايه التالنت، الموهبه والحاجه التانية. موهوب دو يا الحمد لله على السلامه الرحيم لسه كاتب مستر. تمام، الموهبه والمهنه، المهنه الواحد بيتعلمها بيشتغلها، الموهبه ربنا واهب الواحد ايه بيها، زي واحد عنده صوت كويس في القران دي موهبه، واحد عنده رسم كويس دي موهبه. تمام، لكن المهاره خلاص جت على بالي، المهاره بنتعلمها، لكن الموهبه لكن ربنا بيخلقني بيها. المهاره بتعلمها، انا مثلا ما بعرفش ارسم ممكن اخد كورس رسم، ما بعرفش اقرا انجلش ممكن اخد مهاره قراءه الانجلش، ده مش الامنيه هي المهاره والموهبه. المهاره ممكن اتعلم كورس انجلش واتكلم كويس، تمام، لكن الموهبه ممكن انا مولود في دوله اجنبيه فانا طالع بتكلم عادي. واحد بيلعب كوره كويس تمام زي ميسي عنده موهبه، لكن كريستيانو رونالدو عنده جزء بسيط لكن اشتغل على نفسه وبقى عنده مهاره وطور من نفسه. يبقى الموهبه ده الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ introduce yourself، introduce yourself هتقدم نفسك، هتعرفني اسمك سنك وعندك كام سنة. هنا بيقول لي my name is تمام I live in وبعدين I am كذا و I want to be. طبعا دي حاجة بديهيات المحادثة، الدرس ده قلت لك محادثة. أول حاجة عندي هيقول لك لما أقول لك سؤال introduce yourself، لو أنت إن شاء الله رايح مقابلة إن شاء الله تشتغل كده في وظيفة بعد ما تتخرج إن شاء الله، فالانترفيور الراجل اللي بيعمل لك طبعا اذا تعمل انترفيو الشخص اللي بيعمل لك لازم تعمل انترفيو، الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو اسمه انترفيور. انتروديوس يور سيلف بيقول لك قدم نفسك، اول حاجه بتقولها لك قدم نفسك. طبعا انت بقى بتبقى محضر وطول النهار بتذاكر تقول له انا واحد واثنين وعندي خبرات وان شاء الله ومش عارف هعمل ايه وايه 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 وايه، تمام. لكن انت هنا مطلوب منك اربع حاجات، هتقول ايه؟ هتقول ماي نيمز از وتكتب اسمك، اي ام ييرز اولد عندي كام سنه، نمبر 3 اي am لا او I live in وتكتب اسم المدينة او الدولة اللي عايش فيها. بعد كده I want to be وتكتب الوظيفة اللي بتحلم بيها في المستقبل. وكل واحد هيعمل الباراجراف ده لنفسه في الكراسة لوحده، ذاكر الدرس وكل حاجة، بعد كده ماما تديك الكراسة والورقة يقول لك خد اكتب الاربع جمل، انت اسمك ايه وسنك كام وعايش فين وعايز تبقى ايه، وبعد ما تخلصهم في الكراسه هتعملهم لي فيديو صغير باذن الله. تمام مستر محمد، let me introduce myself، let me يعني اسمح لي، let me طبعا introduce ما تقولش بقى yourself، ما ينفعش تقول لي اسمح لي اقدم لك نفسك، انا بقول لك انت لا انت هتكلم عن نفسك تقول myself، let me introduce myself. لازم يا جماعه الفيديو ده يتعمل، دي المهارات اللي احنا بنقول عليها بندخلها في المنهج. ليه؟ انا عايز اكسر الحاجز بتاع الطفل بينه وبين الخوف، لازم يعمل ده. وفي حاجه تانية المحادثه، احنا كلنا واحنا صغيرين عارفين الفيرب تو بي وعارفين هاف وهاز وعارفين دو داز، لكن نيجي نتكلم ما بنعرفش نتكلم. ليه؟ ما حدش حطنا في الموقف ده. لا كلمه اس هنا أو لا مش أو مش مش اختصار الاس الاس يا روهان، ده اختصار الملكيه يا مستر، اسمها اس الملكيه. الابوستروفي اس ليها تفسيرين، يا اما بتاعه الاز تمام زي كلمه هي از، بص كده هي از ممكن اختصرها واقول هيز، دي فيرب تو بي. الابوستروفي اس دي بتاعه الفيرب تو بي معناها هو يكون. طب دي لا دي ابوستروفي الملكيه، انا بقول اسمي ماي نيمز، اسمي اسمها ابوستروفي الملكيه. اعرف منين الفرق بين دي وبين دي؟ سهله جدا جدا، ترجم اسمي يكون يكون، مستحيل يكون اسمي يكون يكون، فدي از الملكيه ابوستروفي الملكيه مش ابوستروفي فيرب تو بي. طيب هنا اعرفها ازاي؟ هي هز اكيد هو يكون، مش هو ايه في نفسه يعني، هو ملكيه ازاي؟ يبقى بعرفها ازاي؟ من سياق الجمله، دي اسمها ابوستروفي الملكيه، ابوستروفي وهنقول ابوستروفي
ابوستروفي الملكيه، بحطها اقول واتس يور فاذرز نيم. لما اقول لك مثلا واتس يور فاذرز نيم، واتس دي ايه؟ دي ابوستروفي ايه؟ برافو عليك، فيرب تو بي اللي هي وات از، واتس يور فاذر نيم دي معناها ايه؟ ما يكون اسم والدك. ما ينفعش اقول كده يور فاذرز نيم، اسم والدك اللي هي الكاف دي، والدك والدك اسم والده، هيز فاذرز والدهم، ذير فاذرز اور فاذرز، تمام. الملكيه بتيجي مع ضمير الملكيه برضو، مش فاهم الملكيه بتيجي مع ضمير الملكيه يعني ايه؟ قصدك هز وابسطروفي؟ لا ما بتجيش معاها طبعا، لا طبعا، لكن بتيجي قبلها بقى ضمير الملكيه بيجي ورا الشيء المملوك. انا بقول لك ها ضمير الملكيه اهو يور فاذرز اسم باباك، يبقى اعرف منين هنا ان دي ابسطروفي ملكيه ولا لا؟ ما انا اهو ماذا يكون اسم والدك، الكاف دي دي اسمها ابسطروفي ملكيه، فانا بقول ماي اسمي مي 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 يا الملكيه، يبقى دي ابسطروفي الملكيه. ماي نيم از روهاندا، اي ام 7 ييرز اولد، اي ليف ان كايرو، اي وونت تو بي ا دكتور مثلا. My name is Ruhaym. I am 7 years old. I live in Saudi Arabia. I want to be a doctor or an engineer. My name is Muaz. I am 7 years old. I live in معرفش Alexandria. I want to be a dentist. I am My name is Omar. I am 7 years old. I live in Saudi Arabia. I want to be a doctor. My name is عمر وليد. I am 7 years old. I live in Cairo. انا عارف يا جماعه ما حافظتش كده بقول اي حاجه. I want to be an engineer. My name is Hannah. I am 7 years old. I live in مثلا بورت سعيد. I want to be a doctor. My name is عمر حمدي. I am 7 years old. I live in مثلا لوكسر. I want to be an engineer. سين حد؟ ما حدش يزعل بس. كروس الأسماء فيه. My name is ساجد. I am 7 years old. I live in أسيوط. I want to be مثلا a doctor أو a dentist. مين تاني؟ My name is يحيى. I am 7 years old. I live in سويس. I want to be an engineer. بس هو في الكتاب جايب بعدها مش فاهم اسم منى، يعني كده يكون غلطة في الكتاب، يعني إيه مش فاهم؟ ايوه ما ماي نيمز منى، اسمي منى. لا انا ماي لا لا استنى 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 ماما روهاندا، ما هي اختلط كده، اختلط عليك الامر. ماي نيمز از منى اللي في كتاب دي فيرب تو بي يا جماعه. ماي نيمز از منى، انا عامل ايه هنا يا جماعه؟ متاسف جدا جدا جدا، هنا في از. ماي نيمز از منى، ماي نيمز نو، ماي نيمز منى دي معناها اسمي يكون، اسمي يكون. My name's منى، اسمي يكون. دي ابوستروفي ايه؟ ابوستروفي فيرب تو بي، لكن دي ابوستروفي الملكيه. معرفش انتوا فهمتوها ازاي ولا انا شرحتها ازاي. تاني My name's منى معناها اسمي يكون، طالما في ضمير ملكيه ما احطش ابوستروفي يا جماعه الملكيه. انتوا فهمتوا ازاي؟ طالما في ضمير ملكيه ما احطش ابوستروفي الملكيه، تمام؟ او بتحطها عادي، الاثنين صح، لكن هنا مش معناها ان هنا دي ابوستروفي ملكيه، دي ابوستروفي فيرب تو بي. ماي نيم از منى اللي هي دي، ماي نيم از منى دي معناها يكون، لكن دي واتس يور فاذرز نيم دي ابوستروفي ملكيه ودي ابوستروفي فيرب تو بي. ها واضحه ولا مش عارف انا واضحه ولا صعبت عليك ولا ايه بالظبط؟ تاني دي ابوستروفي ال فيرب تو بي مش الملكيه، انا اسف، دي ابوستروفي فيرب تو بي، دي ابوستروفي الايه؟ الملكيه، تمام؟ واضحه ولا اعيدها تاني؟ ما خدتش بالي من السؤال عشان كده انا بقول لك ما خدتش بالي من السؤال، تمام؟ مثلا اللي كنت بقول لحضرتك في ضمير ملكيه، تمام، ما خدتش بالي من السؤال، انا اسف. طيب نكمل، قلنا عندي مين؟ يحيى عشان ما حدش يزعل بس، عمار. My name is عمار، I am 7 years old، I live in شرقيه، I want to be a doctor. مين تاني؟ بس كده احنا قلنا الايه؟ الكل، تمام؟ هتعمل فيديو صغير
بالخمس جمل دول. Let me، أو عايز أقولها بسرعة، Let me introduce myself، اسمح لي أقدم لك نفسي. My name's كذا، My name's محمد، تمام؟ I am كذا، I live in كذا. قولها لي في الفيديو، بس قبل ما تعملها لي حطها لي في الجمل الأول عندك في الكراسة واكتبها علشان تبقى متعود عليها. ده كده ايه؟ ده كده الدرس الايه؟ الدرس الثاني، الثاني والثالث والرابع بإذن الله. طب الحصة الجاية إن شاء الله هنختتم الوحدة الأولى ب connect with industry، industry اللي هي الايه؟ اللي هي